وسهلا. الله أكبر. شرف كبير لفلسطين أن يكون فيها المسجد الأقصى المبارك، بل هو الذي شرفها. تشرفت فلسطين بأن فيها المسجد الأقصى المبارك، ولأن فيها الحرم الإبراهيمي، لأن فيها إبراهيم عليه السلام، ولأن إليها أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن إخوانكم في، لا أقول الداخل الفلسطيني، بل أقول في العمق الفلسطيني، في فلسطين التاريخية التي ستحفظ إن شاء الله التاريخ والحاضر والمستقبل والهوية، في زمن يراد لشعبنا أن يتشتت، يراد لشعبنا أن يتجزأ. نحن يجب أن تكون إرادتنا أقوى من إرادة الاحتلال. ولتعلموا أن ما يحصل في خليل الرحمن من استخدام السلاح في وجه الإخوة بعضهم ببعض هو نفسه الذي يحصل عندنا، وهو نفس الكأس الذي نتجرع منه نحن كذلك. وفي النهاية المستفيد الوحيد ليس إلا الاحتلال الإسرائيلي، هو وحده المستفيد الوحيد. يلا يا شباب، يلا يا عم، يلا يا يلا يا اخوان، واحنا ماشي مجانا، بس ماشي لازم نبتدي احنا. يمشي يمشي يا يلا على باب البلدية.